نحن اليوم هون كنا مجتمعين بمناسبة 30 آب يلي هو يوم عينته الأمم المتحدة، يوم للمفقودين والمخفيين قسراً. فيني اقول بعده حبر على الورق، ولو انه تشكلت الهيئه الوطنيه المستقله المطلوب منها، يعني مهمه وحيده هي الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسرا. جايين لنقول لهم انه حالكم بقى، تحسوا عدمكم وتطبقوا هيدا القانون.